طبعا فروش بيت دجان هي موجودة من القدم هون، وفيها بيوت قبل قيام دولة إسرائيل، يعني في بيوت مبنية من 1917 وفي بيوت مبنية من 1927. يعني هاي القرية موجودة من القدم، هي 14,000 دولم، منها 3,000 دولم زراعية ومتمكنين للوصول إلها، و 11,000 دولم أراضي مش متمكنين للوصول إلها، بتحت حجج كثيرة، منها أراضي دولة، منها أراضي عسكرية، منها أراضي مصادرة. إحنا بحيط القرية معسكر جيش، في عندك مستوطنة مخورة، مستوطنة الحمراء، بالإضافة لبؤرة استيطانية، بؤرتين استيطانيات، عندك مستوطنة مخورة، بالإضافة لحاجز الحمراء. يعني العمليات الهدم تقريبا 18 منزل تم هدمها، من الآن في أكثر من 20 إخطار.